واحد بيقول انا شاب متزوج ولكني منفصل عن زوجتي في الوقت الحالي، ومضى على انفصالنا اكثر من سنة ونص، وذلك لخلافات عائلية، ولي ابن في عامه الاول. الجزء الثاني ما اقدرش اقراه. بيقول انه اخطا قبل الزواج كتير، فبيقول هل زواجي الاول الان باطل، وهل اصارح زوجتي بخطيتي بعد المصالحه؟ لو صارحتها هتقعد تمسكها عليك طول العمر. خطاياك قبل الزواج لا تجعل زواجك باطل. لا، ما دام ليك ابن في عامه الاول، ليه بسرعه كده تزعل مع مراتك وكل واحد يروح لحته؟ طب الولد الصغير ده ذنبه ايه؟ من حقه ان يتمتع بمحبه الوالدين الاثنين الاب والام. حاول تصطلح مع مراتك، حاول تصطلح.